أهلا أعزائي تلاميذ الصف الرابع مع الغرائب والطرائف الروائع والعجائب. النهاردة موعدنا مع الإثارة والمتعة منهج كونكت الصف الرابع الترم الثاني. يلا بينا نبدأ الحلقة. مقدمة البرنامج مس نيفين سعيد. عيد الفطر is a Muslim festival. عيد الفطر هو عيد المسلمين. The month before Eid is called Ramadan. In Ramadan, many Muslims fast during the day. This means they don't eat or drink until sunset. الشهر الذي يسبق العيد يسمى رمضان. في رمضان يصوم الكثير من المسلمين أثناء النهار. هذا يعني أنهم لا يأكلون أو يشربون حتى غروب الشمس. In the month of Ramadan, people think about the past year. They think about the things they did well and the things they want to do better. It is also a time to help other people. في شهر رمضان يفكر الناس في العام الماضي. يفكرون في الأشياء التي قاموا بها بشكل جيد والأشياء التي يريدون القيام بها بشكل أفضل. إنه أيضاً وقت لمساعدة الآخرين. When is عيد الفطر؟ That's a very good question. It's different every year. عيد happens in the first day of the 10th Islamic month called شوال. The month starts when people see the new moon. متى يكون عيد الفطر؟ ذلك سؤال جيد جدا. أنه مختلف كل عام. يأتي العيد في اليوم الأول من الشهر الإسلامي العاشر المسمى شوال. يبدأ الشهر عندما يرى الناس الهلال الجديد. Lots of كحك. كحك are delicious cookies. People eat كحك to celebrate. They have nuts, sugar, and honey in them. Many families make كحك, but you can buy them from a bakery too. الكثير من الكحك. الكحك عبارة عن كحك لذيذ. يأكل الناس الكحك للاحتفال. بهم مكسرات وسكر وعسل. تصنع العديد من العائلات الكحك، ولكن يمكنك شراؤه من المخبز أيضا. عيد مبارك. عيد is a time of celebration and for being happy. People say عيد مبارك to their friends. People go to the mosque and spend time with their families. They eat delicious food and celebrate. عيد مبارك. العيد هو وقت الاحتفال والسعادة. يقول الناس عيد مبارك لأصدقائهم. يذهب الناس إلى المسجد ويقضون الوقت مع عائلتهم. يأكلون طعاما لذيذا ويحتفلون. وبكده خلصت حلقتنا. أعزائي تلاميذ الصف الرابع، ما تنسوش معادنا نفس الميعاد كل أسبوع، وهجيب لكم معايا غرائب وطرائف ونوادر وعجائب. بوعدكم كلها جديدة ونطير نجيبها لكم من كل أنحاء الدنيا مع منهج كونكت الصف الرابع. تحياتي مس نيفين سعيد.